السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حفظك الله يا شيخ. وحفظك وسلمك. لعبنا عند واحد من المغرب. يا مرحبا وأهلا وسهلا محمد. عادل العدناني عبد الواحد من المغرب. عادل العدناني من المغرب. حفظك الله يا شيخ. وحفظك الله وسلمك. الله ينورك يا شيخ. وينور عليك ربي يا عادل. امين امين يا شيخ. مرحبا. سؤال لو سمحت. تفضل. هل الذهاب الى المسجد بالسياره هل ينقص من الاجر؟ ماجور ان شاء الله، ان الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. اذا مشيت على الرجل كيلو ولا 2 كيلو تعذب نفسك في هذا الحر، وعندك الدابة، إن الله غني عن تعذيب هذا. 10 دقائق أو 15 دقيقة في الوقت في الذهاب إلى المسجد في الحر هذا ولا إيه؟ بس في الحر الشديد يعني يوميا، يعني ديما الحق على حساب الوقت بس الوصول إلى المسجد، إذا كيسرع شوية وكنمشي بالسيارة. والله يا أخي الكريم، إذا كنت ستستغل الذهاب للمسجد في جو من رطب طيب في ذكر لله، الخطوة تحط خطيئة وترفع درجة، حسن. إن كان في مشقة على النفس، فهناك امرأة نظرت أن تحج ماشية، نظر أن يحج ماشيا، فأمره النبي أن يركب. وقد قال الله تعالى، استنى يا عادل، عادل عبد الواحد، انا معك يا شيخ. عبد الواحد، عفوا سامحني يا شيخ. اسمع يا عبد الواحد، اسمع مرحبا. الله اكمل الآية، وأذن في الناس بالحج، اكمل. يأتونك أزواج، ليس بقارئ ولكن أفهم شوية. المهم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني راكب وماشي، ماشي وراكب، رجالا يعني على الأرجل، والنبي حج راكبا صلى الله عليه وسلم، حج راكبا عليه الصلاة والسلام. جزاك الله عنا خير يا شيخ. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا تسنيم.